ترند النهارده. الأهلي أسوان، وكل التحية لجمهورنا، جمهور مصر الحبيبة وجمهور النادي الأهلي النهارده الذي ملأ المدرجات. وعايز أقول لكم، بعيد عن الماتش وبعيد عن الكلام عن الماتش، كلامي عن الجمهور. الجمهور الرائع الذي ملأ النهارده مدرجات استاد أسوان بكل روح رياضية، بكل حفاوة، بكل تشجيع. لو صور المدرجات موجودة، احنا بنشوف طبعا قدام حضراتكم اهو، لو في عندنا صور تانية عايز اقول لكم، هو ده النهارده، ده الحدث، ان جمهور ملى المدرجات، مفيش لفظ خارج، منتهى الاحترام ومنتهى الاستقبال للنادي الاهلي. والاهلي موجود النهارده في بيته، موجود في بلده، وسط جمهوره، جمهور الصعيد وجمهور اسوان كمان، اللي انا بقول لهم شكرا على حفاوه استقبال النادي الاهلي النهارده. ما اروع هذا الاستقبال، ما اروع هذا الجمهور، ما اروع الاستاد النهارده. فرحتي النهارده وانا بتفرج على الماتش، الاستاد مليان، عايزين الملاعب بتاعتنا كده، عايزين الجمهور. ما هو الجمهور موجود في اسوان، هو حصل حاجه النهارده؟ لم يحدث اي شيء الا كل جمال وكل احترام وهتافات جميله جدا وحفاوه كبيره جدا، وفرحونا ورجعونا، ورجعوا لنا كمان النهارده الجمهور اللي موجود في استاد اسوان النهارده، روح جميله جدا. أهل أسوان وأهل الصعيد كمان، والحب النهاردة قد إيه؟ بعيداً عن هنا بكلمك على الروح الرياضية النهاردة، على التشجيع النهاردة، على الاحترام النهاردة، على الحفاوة النهاردة، على اللي حصل في هذه المباراة اليوم. مفيش أروع من كده، مفيش أجمل من كده، مفيش أحسن من النهاردة بتقدم بمنتهى القوة ماتش وروح رياضية، ملعب واستاد مليان. طب ما هو عملناها النهارده، وليه لا؟ ما حصلت. ما هو ده ماتش في الدوري، وحصل الاستاد مليان، وما حصلش أي شيء، والجمهور بيهتف، بيشجع أسوان وبيشجع الأهلي، الاتنين مع بعض، ما حصلش شيء ولا شيء، حصل ثلاث أهداف. ثلاث أهداف أحسن من بعض، أروع من بعض، كهربا الافتتاح، وتحية للكهربا، كهربا النهارده نازل يسجل جون، سجل هدف تسلل، ثم أصر هدف ثاني، سجل الهدف الأولاني. اصرار من كهربا النهارده ويعود كهربا، وانا مش عارف كولر النهارده بيقعد كهربا على الدكه ليه؟ ما كهربا كويس، كهربا مهاجم قوي جدا، كهربا قدر النهارده يسجل من النص فرصه، سجل الهدف الاولاني. ولكن الجمال النهارده مين؟ حسين الشحات. ايه الثلاث اسيست الشحات النهارده؟ الشحات النهارده رجع من كاس العالم، رجع احسن النهارده الشحات كمان، ثلاث اسيست، الاولاني الكهربا، ثم الثاني احمد عبد القادر، ثم الثالث ولا احلى القفشة. ثلاث اهداف احلى من بعض، بس النجم بتاعهم مين؟ حسين الشحات. شحات النهارده بحييك، بحييك يا كابتن حسين. ايوه كده، احنا نعرف حسين كده النهارده، يعود حسين الشحات اليوم، اروع حسين الشحات اللي شفناه في كاس العالم يرجع النهارده مره اخرى. حسين لاعب قوي جدا ومتميز جدا، حسين الشحات جدا، بس لما يلعب زي ما لعب النهارده. قفشه النهارده ضيع كوره ولكن سجل هدف جميل جدا. كهربا النهارده يعود مره اخرى، ولكن كمان النجم الشناوي. الشناوي رجع الماتش. الشناوي رجع الماتش، كنا 2-1، جت ضربه جزاء، او 3-1 جت ضربه جزاء تاني، 2-0 كنا 2-0. تخيل حضرتك لو سجل اسوان جون كان بقى الماتش قريب، الكهرب الماتش مش ناقصين. فالشناوي كالعاده الحارس الامين، رجع الشناوي صد ضربه الجزاء ويرجع النادي الاهلي ويسجل بعد كده النادي الاهلي. بعد ما سجل الشناوي صد الضربه، رجع الشناوي ورجع النادي الاهلي سجل الهدف الثالث، وبالتالي تنتهي المباراه. تحيه للحارس الامين محمد الشناوي، كل التحيه ليه، كهربا، كل التحيه للنادي الاهلي النهارده والمباراه، انه كان مهم قوي الاهلي يرجع النهارده، وعبد القادر والاحتفالات، وادي نجوم النادي الاهلي النهارده في المباراه الرائعه 3-0. ليه 3-0؟ 3-0 على اسوان. خلوا بالكم، خلوا بالكم، خلوا بالكم، الاهم النهارده، وزي ما بقول لحضراتكم، افضل حاجه النهارده عجباني الجمهور. الجمهور هو ده، الجمهور هو اللي بيدي روح. رجع جمهور تدي روح للكوره، رجع جمهور مش هيحصل اي حاجه. شفناها النهارده في اسوان، حفاوه، احتفالات،
عايز اقول لكم شوارع اسوان النهارده، شوارع اسوان النهارده كلها الاف من الجمهور هنا، جمهور شجع اسوان، جمهور شجع النادي الاهلي في الاخر، جمهور هو ده الحب وهو ده حلاوه كره القدم، عوده الجماهير.